العامر يحييكم. شلون وكلاء أعمال اللاعبين يتعاملون مع اللاعبين أنفسهم ومع الرابطة ومع الاتحاد؟ وصج مثل ما يقول البعض إنهم يبوا يستفيدوا مادياً أكثر من تقديم الفائدة للنادي واللاعب. خالد جاسم لخص تجربة خاضها في هالمجال قبل لا يفتح الحوار لضيوفه. نشوف إيش قال أبو جاسم وإيش سوى لما كان وكيل أعمال لاعبين. في فترة من الفترات أو سنة من السنين قررنا أنا وأخوي أحمد مبارك الشافي الخوض في غمار وكلاء اللاعبين. حلنا حل أي حد يشتغل في الرياضة ويشوف أنه في فرصة أنه يكون وكيل لاعبين فممكن يدخل، ليش لا، ما دام أن الفرصة متاحة للجميع. فكان لنا شغل بسيط بين السعودية شوي وبين قطر شوي. أذكر حتى من ضمن القصص اللي صارت لنا كوكلاء لاعبين ذيك الفترة، ترى الفترة كانت قصيرة يعني كتجربة، أطلبوا مني شخصيتين من ناديين أن أكون أنا الوسيط بدل الوسيط الأصلي يعني. فتدخلت في الصفقة وفعلا خلصتها وكان موضوع سلس وسهل يعني، بس عقبها صارت علي مثل الحرب يعني، ليش تدخل وليش كذا، تعلقنا عاد قول لهم والله ترى فلان قال لي وفلان قال لي، والناديين عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا راشد، وإنه والله الناديين يعني هم يبغون يكون أنا الوسيط في النص. المهم بعد فترة بصراحة وقفنا الشغل لأن شفت الأجواء غير صحية وأنه ممكن يصير فيها زعل، وطبيعة الإنسان ممكن يصير فيها ما راح أقول حسد، بس بقول يعني الشبي جاي بيننا يعني، أو الشبي يعني يا حين يكون وسيط لاعبين وما شابه ذلك. وبس فكانت يمكن فترة بسيطة إذا ما خفضنا يمكن سنة ونص أو هاي الفترة يعني، لكن وقفت على طول وقلت هذه تجربة لا لعود مرة ثانية ما راح أرجع لها يعني. طيب منو ممكن يتكلم عن موضوع مثل هذا؟ طبعا راشد الشهواني واحد من أهم الوكلاء، لكن الغريب أن الرجال كان متشائم ويتكلم عن مستقبل مظلم وشوي راح صوب استفادتهم المادية. تفضل راشد. أنا كنت أتمنى الأخوان في الرابطة يكونوا موجودين، الرابطة يعني في كل دول العالم تنوجد الرابطة لحل مشاكل اللاعبين. اللي قاعد يصير عندنا العكس، بدأت الرابطة في البداية، وأذكر أنا كنت في يوم من الأيام عندك في البرنامج هنا خالد، تكلمنا موضوع الرابطة وموضوع اللاعبين وموضوع العقود وما عقود، وأن كيف بيحلون مشاكل اللاعبين ودفعات مبالغهم متأخرة، ولين اليوم اللعيبة هذول ما سلموا مبالغهم. أزيدك من شعر بيت أن اللعيبة عقودهم انزلت شهريا، قاعد يقتص من رواتبهم ومقدماتهم للرابطة. طيب أنا كلاعب أنا مو مجبر أن أنا أروح أوقع مع الرابطة، ليش تجبرني أن أنا أوقع مع الرابطة؟ وليش الرابطة قاعدة تقتص من اللاعبين هذا المبلغ؟ اللاعب أحوج لهذا المبلغ. زين أنا الحين دوري كوكيل كم يعني مثلا، أعطي مثال. 3% أعتقد من الراتب وستة في المقدمة أو العكس يعني. أعطي مثلا، قولي مثال خالد. هي تسعة ثلاثة وستة، هي 9000 ريال شهريا؟ لا 9% 3% و6% يعني 9% يعني كانك تقول 10% باري يعني. هذا اللي واضح للاعبين للاسف. انا يعني اتكلم مع لعيبه كثير في اجتماعاتهم مع الرابطه فمجبرين. عموم اللاعبين اللي في الدوري نعم كل اللاعبين المسجلين يعني في كيوسر يعني اللي راتبه 10000 ريال ياخذون منه شهريا 900 ريال خالد. اي 10 9 من يمكن من الراتب و9 و3 من المقدم يعني النسبه تطلع شوي غير عن اللي انت حسبتها يعني. وين تروح الفلوس هذه؟ والله ما يقولون في صندوق للاعبين. طيب يعني في النهايه قصدي انه ممكن يكون حق خدمته هو نفس اللاعب في التقاعد يعني. في صندوق اللاعبين مشابه لصندوق التقاعد او مثلا انه هم في اخر السنه مثل اللي هو صندوق دعم اللاعبين في مثل الحين هم كل فتره يعملون مثل الايفنت او احتفال بسيط يكرمون بعض اللعيبه مثلا، مثل اكثر من لاعب كرموهم في الفتره السابقه من اللعيبه القدامى، فهم على اساس هذا الشيء يبون يوفرون المبالغ. زين انا لاعب يا اخي، انا مو مجبر ان انا ادفع للصندوق، انا ما بك تعطيني نهايه خدمتي. لا يعني الموضوع صار جبر. انا الحين اتمنى اللاعبين بنفسهم اللي يقول لك والله احنا مجبورين يطلعون يتكلمون، احنا لان اللاعب في الاخير يجون يكلمونه بصيغه امر انه يا اخي لازم انت توقع. وللاسف يعني انه لما يجون يكلمون بصيغه امر مرات يجي يقول لك والله في تعليمات. زين تعليمات من وين؟ احنا خلاص عدينا موضوع التعليمات من فوق، انتهينا يعني، يعني وصلنا والله جد يعني.
فاللعيبه مساكين يعني خلاص انجبر يجي تعميم يقول لك والله لازم اللاعب يوقع ويروح التعميم للانديه وخلي اللاعب يوقع مع الرابطه. زين اوكي الرابطه لين اليوم اللعيبه ما استلمت حقوقها اللي صار لها يمكن سنتين وصار لها 3 سنوات. واي حقوق؟ المستحقات القديمه اللي لهم. على الانديه قصدك؟ على الانديه. الرابطه تبنت انها تحل المشكله. ما حلوها؟ وانا كنت في برنامج عندك هنا وقلت لك ما راح يقدرون يحلون المشكله، ولين اليوم ما انحلت المشكله. وفي لعيبه يمكن وقفوا كوره ما اخذوا فلوسهم لين الحين. اوكي. والمستقبل ترى مظلم، يعني انا يؤسفني ان انا اكون متشائم. احمد السيد دخل في الموضوع من بدري. وبكل ثقة يتكلم عن العملية النظامية هالموسم، لكن الظاهر ما كان متوقع المعلومة اللي قالها راشد. العملية صارت منظمة أكثر، بس اللي تتكلم عنهم اللي تجاوزوا السقف. وليش اعتمد له تجاوز السقف؟ اللي تجاوزوا السقف، اللي ما تجاوزوا السقف في الأندية كميزانية كلهم حقوقهم تنزل شهر أول بأول شهرياً. أبو خليفة أنا أتحداك إذا في 4 أندية بس في الدوري عندنا قاعد تنزل شهريا رواتب اللعيبه مع مقدماتهم. النادي العربي 4 أندية، نادي العربي 4 أندية انه ملتزم بالميزانيه وعقودهم كلها ماشيه شهر بشهر. انا اقول لك عطني 4 أندية بس من 12 فريق الدرجه الاولى. انا اقول لك هذا بالنسبه حق الانديه كبيره وعندها تجاوز الميزانيه هذه موضوع ثاني. انا اتكلم بالنسبه حق اللي أحمد ما تجاوز. ما يصير تجاوز اصلا، ما يعتمد له العقد اذا العقد متجاوز الميزانيه. فانت شلون تقول لي اذا هو تجاوز؟ ما تجاوز شنو العقد؟ العقد ما يعتمد من الكيو اس ال ومن الوزاره عقد اللاعب. ما والله انا بوقع مع احمد السيد قيمته فوق القيمه فوق ميزانيتي ما يعتمد له. يمكن يكون يعني موجود وفي راجل ضمان. انا اخوي راجل ما يعتمد ولا يدخل في الميزانيه. صحيح لا ممكن في شيك ضمان، بس انه بالنسبه حق الميزانيات انت اساسا ما تقدر تتجاوزها اساسا كنادي. صحيح كلامك، العقود كلها وين التنفيذ؟ انا اقول لك على الورق 100% احنا ترى اوكي، انت لكن التنفيذ وين؟ انا اتكلم انه ممكن في كذا نادي اللي انت مش في كذا، بس انه كل الانديه لا كل الانديه. انا اقول لك اكثر من 70% من عدد الانديه ما استلموا لنا الحين. اذا ما يكون يعني اللي احسنهم اللي التوب شهرين يمكن باقي متاخر، في عندي 6 شهور ما سلم. ما مدى صليطي دافع عن النادي العربي وتدخل بعض الوكلاء الا ويرد عليه الشيبانه من جهه والمستشار من جهه ثانيه، وعلى قولتهم هذا ضعف. احيانا انا ممكن اشك فيك لكن ما عندي الاثبات عليك، لكن انا ادري الممنوع الشك وعلى يقين انكم هسوي هالشيء، لكن يقول لك اثبت هالشيء. اي اثبت اني انا قاعد اتلاعب باللاعب فيك، لكن شيء وارد احيانا يكون اللاعب يتم عندك نص الموسم وهو انا عبد الله شوف عبد الله انا بقول لك يعني جات كذي يعني لحظه جاسم في العالم عبد الله اذا صار الكلام فللاسف هذا الضعف لا من الإدارة. لا مش ضعف، هذا ضعف. لا فديت ضعف لا, لا 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 أنا أقول لك ضعف من الإدارة. شوف من غير هذه شوف كلام. يا عبد الله ليش أصدق أنا يقول فلان قال ما لي شغل في بعض الأندية وكلكم تعرفون، لا تقعد تقول لا ضعف وضعف. لا 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 نعرف شيء أنا بقول لك. أنت ما تدري بموضوعنا يا خلاص. أقول اللي تعرفه. أقول كل يوم قول اللي تعرفه. عارف عن إيش؟ هذه الموضوع اللي تقول عنه انا ما اقدر اتكلم لوسيط معين ولا حاجه، لكن هذا الشيء حاصل والكل يدري. اجل انت الحين اذا لحظه اذا انت تقول ما تسيء لوسيط معين، انت الحين كلامك هاي تسيء لكل الوسطاء. لا انا لانك انت مش متكلم عن بعض الوسطاء، خاصه احنا عندنا في العربي شفنا هالشيء وعشناه. بعض اللعيبه يجيك يتمرد، بعض اللعيبه يطلب لهم مبالغ خياليه، يا كانه يقول لك انا الواقف. يا اخي ليش ما تتكلمون بالواقع؟ من وراء هالشيء خلفون قول خلفون فرضا. اليوم انا ما عندي شيء اثبات، يعني انا اللي جيت بروح اشتكي. انتم قولوا الاتحاد واشتكي لي، تعال اعطني اثبات. قول هذا الكلام ولا لا؟ اي صح بعد اذنكم خلاص عيل. اي بس انا بقول لك لا تقعد تقول لي لا تعال. لا اتحاد كره مسؤول ليش توافق؟ اتحاد كره القدم لا اليوم يدري. هل انت انجبرت انك توافق؟ لا انا اقول هل انت مجبر انك توافق؟ لا اسمعني انا بقول لك المشكله في وين. هل انت مجبر انك توافق؟ شو اسوي؟ لا تقول لي انا سلي. انت نحشت وقاعد ما تلعب. عبد الله انا بقول المشكله في وين. سميت سنه سنتين معاك، انا قاعد اريد يمكن ما يبغون الراي، يمكن تعتدل في الاخير بعضهم يبغون الراي. يا اخي خلفتك منه يروح.
مشكله ابو جاسم بقول انا بقول لك اليوم احنا ما يعني مو بشرط انه ورا وسط ما يبقى يا اخي انت انت يعني بين انت لاعب من وين احنا نقول في بعض الوسطاء يتلاعبون باللاعب يرفع سماعه ويخربون على الانديه وقعد انا ادفع عقد لاعب مثلا سنتين 3-4 مليون وانا ما استفيد منه ارفع كتاب شكوى على الوكيل اذا عندك شيء باللاعب ارفع سماعة كلام الوسط شخصيا ما عندي شيء يتبعد على الوكيل خلنا ناخذ خلونا نكون واقعيين احنا الكلام سهل اني انا اتكلم واقول والله روح وارفع وكل حاجه لا 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 ابو محمد لا اسمح لي عيل كلامك في ضعف لا لا مش ضعف هذا ضعف هذا موجود اذا في وسيط والله يلعب وانت سابق عنه هذا ضعف منك موجود ويتلاعبون في لعيبه ارفع سماعة كلام عبد الله شوف شوف عبد الله عبد الله انا بقول لك انا مسامح لك شوف عبد الله الخطا موجود عند الوسيط عند اللاعب عند الاداره عند عبد الله كلهم عندهم اخطاء عبد الله بس نقطه بسيطه تندرج على الكل ابو جاسم تفضل لان في النهايه انا بقول لك ما في مراقبه وحساب انت شغل ما في حساب عبد الله اتحمل العواقب عاد متى تداخل جميل عبيد الوقت اللي تكلم فيه المتصل سيف النعيمي عن عقود اللاعبين الشباب وعبيد ما يبي يعودهم على هالعقود نائب رئيس نادي وطبيعي ما يبي اللاعب يطالبه بعدين يعني نتكلم عن الاهتمام في اللاعب القطري انا واحد قطري انا اقول لك انا ولدي اقول له اهتمام في اللاعب القطري انا ما ابغي منه فلوس انا ابي يشيل اسم البلد انا ابي لما يجي الاتحاد يهتم في القطري بكره بيشوف لعيبه لما يجي كان يحصل لي لعيبه موجودين 7-8 لعيبه قطريين مباين يحصل لي اكثر المحترفين من القطريين قاعد على الدكه قطري طال عمرك انا بعرف انت الرؤيه الحين او الصوره اللي تبي توضحها وش هو انت الحين قلت طال عمرك انه ما في عقود له او ما في له عقد صح ولا لا صحيح زين انا اقول لك اللجنه الفنيه مشكوره تنزل من فئه البراعم من فئه البراعم يعني اصغر طفل لين فئه الشباب تنزل لهم مكافئات هذا محفوظ وكفيل لك يعني انت كولي امر كفيل لك انه ياخذ شهريا يعني بس اخ وما يقدر يروح اي نادي يعني ما دام دقيقه بس اخ جميل ولدك سمح. ولدك ينزل له راتب مكافاه شهريه او سنويه لا ينزلها طول عمرك هي بعد 6 شهور 7 شهور كم مرة. يعني كم ينزلها تقريبا معش اذا سمحت لي اوقات 1005 اوقات 3000 كل 6 شهور تقريبا خليني اوضح لك خالد بعد صوره انا اوضح لك صوره طال عمرك خلي تكلم ريا ما يصير بس اوضح لك صوره بعد بس اوضح لي انا ابيك بعد لجنية ترى احنا 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 قاعدين نشوف شو اللي صاير طال عمرك اللجنه الفنيه شهريا تنزل اكون وياك واضح وصريح تنزل مكافآت باكج مالي فرضا 200,000 حق كل نادي حق الفئات السنية وتوزعها ولا وكل لاعب يوقع عند اسمه ويعطون اللجنة الفنية وعقب تنزل لك الدفعة الثانية كلام بعبيد هذا وتدرج في مهاجمة وكلاء اللاعبين وصل في مرحلة صدام مع الشهواني إلين قال له أنت جديد في عالم كرة القدم ولازم تكون عندك ثقافة طبعا الشيباني ما خلى الحوار يدور بينهم وكان رأي مشابه لرأي بعبيد وظاهر أحمد السيد دخل بكتيبة جميل ضد الشهواني للأسف بعض الوكلاء اللاعبين عاجبهم الوضع أنه يفتحون السقف المالي إذن أن أندية هي اللي بتبهدل أخوي راشد لحظة للأسف هو ما تكلم عن فتح السقف ولا شيء هو يتكلم هو كلامه سليم 100% إذا أكيد من اللي بيسد حقه شو اسمه لحظة أكيد أنت بتقول 100% خلنا نكمل كلامي خلنا نكمل كلامي يتفضل إذا أنت تبغي نبقى هواه ونبقى محلنا ما نتقدم مع الناس فهذا كلامك يضر الكرة القطرية ما راح يقدم وبيزيد نسبة المالية اسمعني إيه؟ خلني إيه؟ انا برد عليك في موضوع النسبة المالية هاي بعدين انزين موضوع اللاعب انه محتكر عطني يا اخي مكان في العالم لاعب انا ما علي ما يا اخي مكان في العالم انا كلمك نتكلم عن دورينا طال عمرك احنا كنا مستهدين الموضوع انت الضارب وغيرك الضارب قاعدين يرفعون علينا اسعار اللعيبه لا والله لا 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 شوف انا احنا ننجينا بقول لك اخوي راشد بقول لك اخوي راشد انا بعطيك فكره اذا انت جديد في عالم كره القدم انزين انت كنت لاعب عندي احنا تقول لي جديد الله يطول بعمرك بالتفاوض لاعب عندي بقول لك طال عمرك لازم لا 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 انت ما تفهم الناس كايجنت لا لازم تكون انت قاعد تتفاوض ثقافه بان اللاعب له سعر
اللاعب ما يكون محتكر يا اخي. احنا يا اخي ترى القوانين اللي احنا اللي ضعنا اخوي راشد. بقول لك خلنا اوضح لك ما تبين اوضح لك صح. تضر الرياضه؟ لا ما ضر الرياضه. انت اللي تضر الرياضه والله. توكيل لاعبين والله. بقول لك قول لا لا الحمد لله ان احنا في بيتنا. وين الضرر؟ احنا مسكرين الباب علينا. قلت لي الضر. قول لي وين الضرر؟ العقود هاي كلها العقود هاي العقود اللي انت قاعد تقول عنها واللي ما يستلمون اللعيبه هاي لو يطلعون بكره الاتحاد الدولي ويشتكون عليه ايش بيصير لك انت الحين؟ وش قلت في البدايه؟ ايش بيصير لك؟ من وين ياك؟ منكم والله العظيم. لا لا انت من وين ياك؟ من وين العقود هذه اللي تتكلم عنها بالبارة الباطن؟ من وين من عندك انت النادي؟ لا مش من عندي. انا ما ضربتك. راشد راشد انا ما ضربتك. انت اللي تشجع عليك. انا ما ضربتك على يدك. هذه من وكلاء اللاعبين. لا لا خالد اسمعني اخوي خالد. اسمعني اخوي خالد عشان انا اوضح لك. احنا نجينا مسكنا لاعبك مو بعارف قيمته زين. فهذا اذا انت اللاعب يعني انتوا الحين وسطاء تعرفون قيام اللاعبين احنا ما نعرف. خلني اكمل خلني انا لا بقول لك اطمن كبره. اذا انت لا بقول لك انت تبي تسمعون اطمن كبره موجود. انا بقول لك اطمن كبره. وبنتي عقده بعد 6 شهور قاعد حاط رجع رجل تنتظر. خليني بقول لك متى يجي يوقع عندي في الفتره الاخيره. هاي سوء اداره من نقطه نظام. انا بقول لك احنا نجينا في الاداره الجديده. معلش جميل بس على اساس انا مش دافع عن الاخ راشد ولا عن الجماعه. اذا عندنا مشكله مع ايجنت معين لازم تتكلم في الايجنت نفسه المعين. يعني ما نحط اللوم على ما كلمنا هم وكلينا الحين. لا والله ما شاء الله قمتوا عليك. لا ما قمنا عليك. نقول الصدق احنا نقول مع الحق. لا مع الحق. انا بالعكس تبي ترجع على الديون. احنا بنقعد في ديون اخوي خالد. واحد واحد يا شباب بس دقيقه يسلمكم. تبون كلامكم يوصل ولا تبون تناقشوا بكم بعض؟ متطوره عندنا ثقافه. تبي لعيبتك يوصلون للعالميه. تبي لعيبتك بكره بتلعب كاس العالم. ترى شوف انا كم تدفع عبد الله طالبك. لا لا بقول لك عاد تبي تتكلم انت تتكلم. تبغي انت ان انت اللاعب يكون عندك حكر موجود عندك ما يطلع يا اخي. ما يصير ما في زين. انا بعطيك انا برد خلي الادارات تشتغل. خلني انا اشتغل كاداره لاعبي يا اخي عبد الله. قبل يدي عبد الله بالتقييم من حق اللاعب يطلع يا اخي ينتقل مثل في دوله في العالم يا اخي بالتقييم. هذا كلامه سليم 100% صحيح. اللي من 5 بنود تقيم أيوة. وياخذ 300,000 السنه الجايه لما السنه اللي الغوا التقييم أيوة. موجود التقييم أوكي. بس خلوا اللاعب حر اوكي انزين. صار من 300 الى 2 مليون صحيح سنه واحده. في سنه واحده. في سنه واحده من اللي من متى هذا كان؟ دقيقه عفوا من اللي وصله لما فتحوا التقييم كان على التقييم أيوة. بس حر اللاعب يجي نادي ثاني يدفع له المبلغ. يجي له مدير الاعمال مدير الاعمال يوديه نادي ثاني يقول لك انا بجيب لك 2 مليون او مليون. بس احمد مثال ولا حقيقي؟ من هو اللاعب؟ حقيقي انا بعدين بقول لك مو بلازم الحين. لا لا قول على الهواء. قول على الهواء. قول على الهواء يا اخي. بقول شيء واحد من اللاعب. بقول شيء واحد. بقول شيء واحد. 2 مليون انت انا بقول لك انا بقول لك انت كان عندك لعيبه في النادي العربي في هذا الوقت. انا شخصيا طلعت من نادي ثاني. ليش؟ لان انت انا جيتك مره ومرتين وثلاثه. مش انت يا احمد اتكلم الشخص الموجود. مرة ومرتين وثلاث وأربع وعشر يا أخي. وقع مع لاعبك. وقع مع لاعبك ترى في عروض. لا اللاعب بيوقع. اللاعب بيتم عندي أنا بعطيه الشذ. خلت اللاعب راح طلع ووقع في نادي ثاني مبلغ مضاعف عن اللي أنت تقوله. النادي الثاني قيمة بهالقيمة. مش الوكيل اللي رفع قيمة لأن قيمته السوقية هذه على التقييم ولا على تقييم اللاعب؟ شو على التقييم؟ التقييم ما كان في تقييم ذاك الوقت. وش التقييم؟ لا لحظة راشد ما كان في تقييم ذاك الوقت. الحالة الجدلية هذا بين الثلاثي وراشد الشهواني لا زالت مستمرة. شد وجذب بين المشتغلين في الأندية وبين وكيل أعمال اللاعبين. هذا يتكلم من منظوره وهم يتكلموا بحكم تجربتهم. والمحور الأساسي جميل عبيد. أنا أخذت نسبتي من اللاعب. ليش ما كتبت طيب؟ لحظة ما يحق لي اكتبها في العقد يا أخي. أنا أخذتها من اللاعب. هذا قاعد أقول كم ساعة؟ أنا أخذتها من اللاعب. أنا نسبتي أخذتها من اللاعب. اتفقت انا ولاعبي يا اخي. انا انت مالك شغل فيني بين لاعب. انا اتفقت مع اللاعب يعطيني ليش نسبتي. ما سجلته يا اخي؟ لان لو سجلته هني خلاص. شلون خلاص بيكون المعتمد الرسمي؟ لا خالد في اتفاقيه بينه وبين اللاعب. خالد ما يصير يا خالد. خالد 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 انا ليش اوقع في العقد؟ ترى اوقع في العقد مو عشان بس النسبه. اوقع في العقد بكره اذا صارت مشكله للاعب. انزين من وكيله؟ رحت انا وكيله مو موجود في العقد. بيقول لي اطلع يا اخي انت مو بوكيله. انا وكيل اللاعب موقع في العقد موثق من اتحاد كره القدم. من حقي اجلس على الطاوله واناقش. لكن اذا انت اللاعب على مذكور اسمي مو مذكور اسمي شلون اجي اناقش على العقد اللي انا موقعت عليه؟ ترى هاي شرط رئيسي في موضوع راشد. انت تقول نسبه من لاعب المواطن انت ما تاخذ نسبه.
من ما اخذ نسبه من اللاعب اخوي بقول لك انت ما تاخذ من اللاعب قلت تاخذ من النادي نعم صح ولا لا نعم. زين هالكلام اللي يقول لك يا خالد ليش ما تحط نسبتك انا قلت لك انا ما احط هو يقول لك عن نسبه في عقود انا قلت لك احنا انا اكتشفت ان يقول لك هنا على الكتاب موجود عنده وانا اقول لك هاي عندي هاي صارت عندي اوكي هذا صارت عندي يمكن هو متفق مع لاعبه ها يمكن متفق مع لاعبه طالبني في الاتحاد يقول له فلوس ما يقول وقع ما وقع موجود لا موقع وخاتم انت وقع لا ما وقع النسبه كم يعني النسبه ما حط النسبه مع السلامة. قال انا طالب ان انا متفق ان متفق معك على المدار السابقه يقول هاي نورمان شنو نورمان لا لا كتابي جميل الحزين ما يعلمون علمته اخوي خالد جميل جميل في هالحاله في هالحاله انتم في ادارتين تعاقبت على انا ما علي من الادارتين لا 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 انا ما علي من الادارتين وقع العقد معك وقع العقد معك انت تتكلم على كيان ما تتكلم على اداره وما اداره بجيك لنقطه ثانيه بجيك لنقطه وقع معك ولا وقع مع اداره ما عليك منه انت كيان لاني بقول لك ليش اي ليش معك وقع ولا مع غيرك ادارتك ولا اداره غيرك شنو الهدف من هالسؤال الهدف لاني بقول لك انا شخصيا مثلا تربطني علاقه مع خالد شبيب خالد شبيب في يوم من الايام في النادي الاهلي وكان يدير امور النادي الاهلي والصفقات واللاعبين وكذا عندي لاعب واللاعب هذا موجود عندي وخالد على علاقه اتصل فيه انا خارج البلد مش في البلد انا برا البلد تصير ترى وديا بيني وبين خالد وبين فلان وتصير وانا اتضرر مرات فيها مثلا ما اخذ فلوسي فيها تطلع اداره تتغير اداره الضرر احنا نتعلم من الاخطاء هذه ليش اقول لك عندك ولا عند غيرك لان لو عند غيرك يمكن متفق مع غيرك على حاجه معينه ما نغلت لك مع الايجنت يمكن الايجنت ماخذ من اللاعب يبي ياخذ من عندك ساعه بين راشد وجميل وساعه بين راشد والشيباني الين وصلنا لكلمه بربره بعدين صار لازم يتدخل بجاسم وطبعا كان حاضر وفيصل بين الاثنين في اخطاء اليوم الاخطاء هذه كان تعديل راتبك شهر وشهرين بتداوم اي اداوم ها اداوم ما راح تناقش شلون تقول احنا كلنا عندنا ولاء وعندنا وعندنا ليش بقول لك شيء واحد ترى باهاتنا في ذاك الوقت ما عندهم شيء عايشوا في الارض هذه لا تزايد علي ولا زايد علي خلاص حي اسمع كلنا عيال صغير كلنا عارف خير اجل لا تقول لي اجل لا تقول لي ما نزل اوراتك ونزل اوراتك ما نزل راتبك لا تتكلم معي فيها لا تتكلم لي نزل اوراتك ولا لا اوراتك بتقول راتبي ليش ما نزل ولا لا 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 ما اقول ما تقول بروح اراجعهم على دوام بلاش لا لا بروح براجعهم بيقولوا لي والله قاعد مبربر لا 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 براجعهم بيقولوا لي قاعد مبربر في سيستم لا لا تبربر انت وش قالك اللي بربروا ترى كلهم انت وش قالك اللي بربروا هذه انت وش قالك زايد عليك ولا زايد عليك لا 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 تكلم عليك بمنطق تكلم عدل ولا تقول لي بربر حقوق ناس عارف انك حرام لو سمحت كل من عرف عبد الله داعي نطلع الموضوع النار والله الناس تكلم باحترام راشد والله راشد وعبد الله راشد 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 لو سمحتوا احترمت شهواني لكن لا زايد راشد انا كلمة على راسي لو سمحت ما ارضى حتى تغلط علي بكلمه بربره ما نقولها ما تنقل انا ما قلت بربره لا لا قلت لا قلتها مرتين قلت وحين يرجع لك عبد الله لو سمحت عبد الله اي ما عليه يجي يقول لي لحظه لحظه راشد بيسلمك لا الكلمه اسمح مو بحلوه منك تطلع صوت لحظه 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 انت لحظه دقيقه عبد الله احنا على بعض لحظه الله يسلمك شنو راشد نبي نناقش نقطه معينه لا نقول والله انا دقيقه يا راشد وشغلي يا راشد شلون دقيقه لا لا عبد الله انا وانت عبد الله الشيباني كلمه مصلحه عامه عبد الله عبد الله سمحتوا مصلحه هذا نقاشكم ما راح يوديه بنتيجه يا تناقشون معي عدل ولا سكري بروح ارقد انا تعبان اعلى درجات الغليان في الحلقه اللحظه اللي اتصل فيها لاعب منتخبنا الوطني ونادى السد حامد اسماعيل ظاهر انتهز فرصه وجود راشد الشهواني عشان يفتح الملفات السابقه بينهم نشوف ايش صار تجديد عقده في نادي الريان وتجديد العقد الثاني في نادي الريان انا كنت فيه ما اسمعك أنا كنت في الوكيل أنا وكيله هو الحين يخالط نفسه يقول إن المبلغ يتحول بحساب راشد وراشد قال لي طالما أنت وقعت بدوني فإذا كيف تحول المبلغ بحسابي كان في مبلغ لحام إسماعيل فوق قيمته اللي كان متفق عليها مع شخصية ما طلعت شيكات من نادي الريان لحفظ حقوق نادي الريان قعدوا معي قالوا شلون نحفظ حقوقنا إذا أعطينا اللاعب شيكات انا حافظ الحقوق لهم بما ان انا وكيل اللاعب في شخصيات ما راح اذكر اسمائها اوكي حافظ الحقوق متى ما تمرد حامد على النادي
متى ما صارت عقوبات على النادي كيف يخصمون على اللاعب. صارت مشكله لحامد مع نادي الريان في ذيك الفتره، كلمني شخص شخصيه اعتباريه مع احد المسؤولين وسلمني الشيكات من نادي الريان. لحظه سلمك ولا اعطيتهم؟ لا لا سلمني الشيكات. حلو. على اساس ان انا اكون الضامن. حلو اوكي. باسم من؟ باسمك ولا باسمه؟ باسمي. ورب العالمين يشهد على هذا الشيء، وانا بيني وبين حامد قضيه في النيابه انا رافعها. الحين؟ لا لا قديمه. اوكي. الشخصيه هذه اتصلت فيني في يوم من الايام وصارت مشكله بينهم وبين حامد، قال لي راشد احنا امناك على تشيكات تكون انت الضامن لنا في هذا العقد. تشيكات تستلمها انت، يستحق حامد شيكه يستلمه. تسلمنا النسخة من الاستلام من هسه. كلمني الشخصية وصلنا لخلاف، حامد شو المشكلة بينك وبين النادي يمين يسار؟ ما انحلت المشكلة، جاء الشخصية واستلم شيكات. استلم الشيكات. إذا حامد حاب بكرة أقعد أنا وياك مع رئيس الاتحاد ونروح للشخصية بنفسها أنا مستعد. موقع على ورقة فيها أرقام الشيكات اللي كانت عندي واستلم هذا الشخص. دقيقة حامد لو سمحت. واستلم هذا الشخص. لا لأن مواقعة لأن... بجيك الدور بجيك أكمل. استلم الشيكات كاملة مواقعة، وأنا حتى مستعد أجيب له ستيتمنت في ذاك الوقت شنو اللي دخل. سؤال من هذه الشيكات، هاي الشيء شرحت حق حامد من قبل، قلت له ترى شيكاتكم عندي ترى خذوها. نعم 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 يعلم بهذا الشيء، يعلم بهذا الشيء ويعرف هذا الشيء. طيب لحظة حامد أنا بقول لك شيء واحد. تفضل. اول شيء اللي خلى راشد يكون ضامن في عقدي انا، لان النادي سالوني قالوا لي من بيكون مسؤول بشيكاتي، قلت لهم راشد انا امن فيه. النادي اعطوني 3,400,000 مقدم عقدي كاش. انا من استلم 3,400,000 حامد؟ ما شلته بيدي. اذا كنت انت الضام، اذا كنت انت الضام حامد، اذا كنت انت الضامن اسمعني خلني اكمل. اذا كنت انت الضامن المبلغ هذا الكاش من استلمه وسلمك اياه ريال ينطح ريال، من اللي سلمك اياه؟ سلمتني اياه بعد كم؟ جاوبني، من اللي كلم، من اللي كلمك سلمك اياه؟ بعد كم سلمتني اياه؟ نعم؟ بعد كم سلمتني؟ بعد كم؟ شهر كامل انا اتصل. نعم؟ عليك راشد سلمني المبلغ بعد والله كم؟ والله كذبت، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. والله كذبت، انا ما راح اجادل معاه. يمكن ناسين حامد انا ما راح اجادل معاه. بس دقيقة انا عندي حامد اسمعني قضية في النيابة. حامد المبلغ استلمه في نفس اليوم. دقيقة والله بعد شهر والله العظيم. اي صح صح ضربت فيه الاسهم واخذت الارباح واعطيتك الباقي. حامد صحيح والله بعد شهر. صحيح حامد يا حامد يا حامد لو سمحت بسالك خالد. والله ما الوم الاندية صراحة اللي تطردك. لو سمحت والله ما الوم الاندية اللي تطردك. مالك حق، شوف مالك حق. والله ما الوم راشد لك حق، لا تخسر. لا والله ما الوم. لا بس لو سمحت هذا اتهام يا لاعب له كل الاحترام. هذا اتهام هذا اتهام راشد حبيبي خالد. كل ما اتكلم معاه واقول له وين فلوس، انا بروح اشتكي عليك انت شهرت فيني انت غلط. انا اقول له وين فلوسي؟ دخلت وحيد وصيت. لا هذا الشيكات اللي اسال عنها اللي نادي الريان. لا هذا الشيكات اللي نادي الريان قالوا لي لا تسلي على ان انت مؤمن. شرحت وعلمتنا. اي لا تكون صوره واضحه. اوكي قلت عندك ستيت. دخلت وحيد تفضل. دخلت وحيد وصيت انه يجيب لي المبلغ. وحيد تكلم مع راشد قال اوكي بنقعد مع بعض وبنرتب. قال دام انت وقعت مع الريان سنتين انت مالك شيء عندي. يعني انت ماخذ مبلغ 1,600,000 مقدم عقدي مال السنه كامل، السنه اللي انا لعبتها للريان ببلاش، يعني انا لعب موسم كامل ببلاش مع الريان، شلون انا صار عندي مشكله مع الريان؟ طيب هاي النسبه كانت عقدك؟ هاي النسبه انت ماخذها كاش. لا ماخذها من جيبك. انا ماخذها من جيبك؟ ماخذها كاش. ماخذها من جيبك؟ جاوبني، ماخذها من جيبك؟ ماخذها من جيبك ولا من نادي الريان؟ توتال عقدك جاوبني. راح قال حق النادي انا عندي فلوس قديمه ما تسيد وسياف اعطوني اياها، انا ايش ذنبي زين؟ لا 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 بقول لك شيء واحد، انت قاعد غلط نفسك. قاعد غلط نفسك. انا ما غلط نفسي. انا اسمع انا لي حق عندك. انا لي حق عندك. عندك لك حق. تعال طالب حق عندك. تعال حيا طالب حقي. لو الريان والله سلموني ورقه واحده بس الوصل انا اشتكي عليك. روح خلهم يسلمونك. ما سلموني الريان. خلاص قالوا فلوسك مع راشد، روح تفاهم معه. زين خلاص. انا بيني وبينك النيابه ترى شيء واحد بقول لك. الحمد لله 1,600,000 لا بتنقص ولا بتزيد في جيبي. الحمد لله شايفين خير الحمد لله من الكوره. والله يطول في اعمار شيوخنا. الله يزيد. زين لكن انت مقتنع تماما ان 1,600,000 اللي اخذتها فلوس حامد؟ حتى مكالمتك لوحيد
قلت له خله يروح ما له شيء. ما تخلط انا ما ابي اغلط لان الكلام اللي قاعد يقوله انت خليتني اسكت. اسمعني هذا قذف يا خالد، هذا قذف واتهام بسرقه يا خالد، وانا ما ارضى في مكان هنا في المجلس عندك شخص نفس هذا. دقيقة راشد خليني أكمل أنا سكت راشد أنت دقيقة شخص مطرود من مكان لمكان. ما مطرود، لاعب محترف. أنت في داخلك تدري لاعب محترف هو. أنت تدري أن هذا الشخص مو بصادق وتدري أنه كذاب. أنا مالي خسارة تدخني بكم. اسمعني بقول لك شيء واحد راشد. أنا أنت ليش ما تدعي عليه بالحجة؟ أنا لا لا أنا رديت كلامي. خلاص اصبر شوي، ما عندي كلام. اسمعني ما عندي كلام. أنت ما خليت حتى أسئلة. أنا ما عندي كلام، قلت لك خالد أنا بذكر الشخصيات عشان دقيقة. انت تهدد ولا ايش؟ لا انا ما هدد. خلاص اصبر خلينا نسمع الرجال يا راشد. راشد من اللي استلم فلوسه؟ اسمح دقيقة. الله يكون افضل. تفضل. والله العظيم ان اول مبلغ 3,600,000 هذه حامد اقول لك اول مبلغ جاني بعد شهر خالد، يعني المبلغ السايق. والله كذبت، والله كذبت، نسيت والله. يا والله محشومين اللي عندي والله. حامد يا حامد لو سمحت بدون حلفان يمكن ناسين. والله لا والله الا كذب وخسى. طيب لو سمحت محشومين كلك. حامد سؤال، كلمني انسى موضوع الفلوس في النهايه. 3,400,000 جاتك وصلتك صح ولا لا؟ جاتني بعد شهر. لو سمحت دقيقه، المهم ان جاتك. راشد يا راشد شوان حثاله ناس ما يصير. لو سمحت مالك حق. شلون مالك حق يا اخي؟ شلون مالك حق؟ لحظه مالك. شلون مالك حق؟ مالك حق. الرجال قاعد يتكلم في واقع. رديت عليه بواقعه. رديت عليه بواقعه. ما رديت عليه بشيء. انت قاعد تسب الحين. رديت عليه وقلت له يا اخي رديت عليه. خالد اسمعني. خالد انت قاعد تقطع عليه الحين. انا اسمعني بقول شيء واحد. لا هو اخطا، هو اتهمني. طيب ممكن اتكلم معاه؟ هو متهمني بسرقه يا خالد. راشد لحظه، هو متهمني بسرقه. انا خليني اتكلم معاه الحين. اقول فاتح قضيه. خليني اتكلم معاه دقيقه. يا حامد، حامد اسماعيل، حامد يا حامد، يا حامد اسماعيل. حقوق الناس كلها باطل. رغم ان حامد سكر الخط وانتهت مداخلته، لكن الموضوع ما انتهى مع هذه المكالمة، لأن الشهواني انفعل بزيادة ومستغرب من هذا الاتهام على قولته. بس الغلط لما يطلع واحد ويتهمك. ما هو يقول لك لا خالد. اسمعني يا أخي، ما فينا انسان. هو يتكلم عن اللي صار معاه. ما فينا انسان ناقص ولا فينا، لكن أنا أعرف من أكون، وأنا ولد من، وأعرف يا أخي ونعم من أمثل. اسمعني يا خالد، اسمعني. ونعم فيك وفيه. اسمعني يا خالد، اسمعني. خليني أتكلم. ما لخص، ما لخص. اسمع، لا تدخلني في هالجو. اسمعني. أنا أكلم وسيط لعيبة. أنا عمري لا أكلت مال حرام ولا مديت يدي على مال حرام. الله يبارك. لكن يجي واحد مثل هذا. لا مش لا، لو سمحت ما اسمح لك. لا لا ما اسمح لك. اسمح لنفسي. ما اسمح. لا انا ما اسمح لك عندي. اسمح. لا راشد اسمح لي. راشد اسمح. انا اسمح لنفسي. هذا الشخص اسمه حامد اسماعيل، له الاحترام والتقدير. لكن لو ما يكون بهذه الطريقه، ايش معناته؟ كانك انت الحين قاعد تقول انه هو على حق عشان تشب تنرفزك. ما يصير. انتهى الموضوع. ما يصير هالكلام ترى. لا ما يسمح لك. لا راشد هل انت تسمح؟ ما اسمح لك. لا ولا غيرك يغلط. شلون ما اسمح لك حد يغلط؟ سمحت لي تهمني وتقول لي ما سمحت. راشد لو سمحت وتقول لي ما سمحت. يوم دخل الرجال موجود. لو سمحت ما نرضى عليك. جزاك الله خير. وقبل لا تنتهي الحلقه ونقفل على هالملف الشائك والمعقد، كان لازم نسمع البراهين والادله القاطعه من عبد الرحمن الدوسري مستشار وزير الثقافه والرياضه. اخوي ابو راشد ايضا قال ان عمليه ان الوزاره مفترض انها هي يعني وان هناك تحسس، ما حد بيذكر دور الوزاره، وان الوزاره اللي ماسكه الميزانيه وتعطي الاتحاد. وانا اقول معلش ابو محسن، هذا الكلام غير صحيح ابو محسن. واحنا ما نرضى ان الوزاره انها ماسكه ما تعطي الاتحاد. الاتحاد السابق كان ياخذ موازنته من وين؟ من وزاره الماليه، وجات عشان وزاره الثقافه والرياضه. مسكت الان هذا الدور، اصبح الان محلل على وزاره الماليه ومحرم على وزاره الثقافه. الصدام الأول رجع من جديد في نهاية الحلقة. ليش؟ لأن أبو عبيد يبي يثبت الراشد أن الغلط من الوكلاء مو من الأندية. تدري أنا عبد الله جاب اللاعب حق راشد. زين راشد فاهم مع عبد الله. مسكين اللاعب يروح فيها يا أخوي. أنت تدري شو تسوي؟ بقول لك تدري شو تسوي؟ أنت حين كإيد أنت هني موجود في قطر، تجيب باخذ لاعب محترف، تروح بعد تتكلم إيجن ثاني وسيط، انت تاخذ نسبه، والوسيط اللي برا ياخذ نسبه، وتاخذون من النادي ومن اللاعب. لا سلامتك. كل اللعيبه قالوا لنا هالشكل. لا وبناء علينا تم تغيير العقود. شلون ياخذ من لاعب ياخذ من النادي؟ شلون؟ اي شلون ياخذ؟ اقول يعني شلون احنا انا اقول لك كتجربه مع لاعبه. لا انا بقول لك انا النادي يضمن لي حقي. انا اقول لك هاي انت تبي شبابيه. انا اتكلم لك بشبابيه، لكن اللي انا بقوله الحين الوكيل القطري تبيه يكون
يملك لعيبه في اوروبا وفي ليش ما يروح يبحث؟ لا ما عليه ما بياخذ فلوس حتى لو رحت ما بيبي باليورو بالدولار ما يبي ريال بعد ممكن لا لا بالريال اوكي حتى لو رحت ايه هناك اللاعب عنده وكيل اخوي راشد مثل ما انت بتجي اخوي راشد انتم تذبحون بالسيدي وتوقفوا ما غيره هل انتم تبحثون عن اللاعب تشوفونه بعينكم محمد لازم تتكلم هالموضوع والله العظيم لا ترى ذبحنا وكلاء اللاعبين حلقتنا انتهت وقفلنا ملفنا بكلام الشيباني عن السبب اللي يعيق تقدم الرياض عندنا وعلى قولته منه الحلق الاضعف الحين من خلال جلستنا كم جلسنا كم ساعة؟ أربعة تسعة ونص تسعة ونص على الهواء أربع ساعات اللي تبين أن الحلقة الأضعف في المنظومة كرة القدم المنظومة هم وسطاء اللاعبين اللي يعيقون مسيرة تقدم الرياضة القطرية ما راح أرد عشان ما أطول الحلقة شوف شوف ما راح أرد عشان ما أطول الحلقة ما راح أرد اسمعني جميل عنده مشكلة مع أحمد عنده مشكلة مع الشيباني عنده مشكلة بو مسلم عنده مشكلة الجماهير شوف لعيبة فهم الحلقة الأضعف ليش هم اللي يقول مسيرة لا لا الحلقة الأضعف في الموضوع هاي كل اللاعبين والله يعينهم وأتمنى أن يكون لهم قبل لا نطلع عرمضان ما عليك اللاعبين عيال النادي إذا كنت بتدافع دافع عن اللاعبة لأن اللاعبة يا عبد الله حلقة أضعف لاعبين عيالنا حبيبي أنت عشت مع اللاعبين ومعاه في النادي عشت معاهم عشت معاهم عرفت فلهم لهم حقوق أتمنى حقوقهم هاي كلها تتسجل